طيب سيد دفري كيف ينظر المجتمع المغربي للفن انطلاقاً من زاوية الاحتراف أو الهواية ربما ما يقال وما يردد أن الموهبة سرعان ما يخفت النجم ديال ديال الهوايه، يعني شخص هاوي يخفت نجمه بسرعه، عكس المحترف، هل هذا صحيح؟ هنا غير خصنا ندقوا في هذا الجوج دي المصطلحات ديال الهوايه والاحتراف، مم. فاذا انطلقنا من فكره المحترف كما قال السي حسن، انه هو ذاك الشخص الملتزم بمهنه معينه وفق تعاقدات معينة مضبوطة وواضحة ويكون مطالبا منه أن يقوم بإعطاء المردودية والإنتاج في أجندة معينة يعني كل شيء يكون عنده مضبوط بحيث أنه الممثل إذا كان غادي يكون محترف فبالنسبة له ما غادي يمكنلوش أنه يعمل شيء آخر من غير التمثيل ما أن يكون كيمارس عمل اخر يمكنش يكون مثلا في القطاع العام او القطاع الخاص وبالنسبه له يخرج واحد الوقت معين باش يمكن يمشي يمثل كيولي العمل ديالو مضبوط وفق واحد الاجنده معينه عكس الهاوي يكون الهاوي. يعني يشتغل بالمزاج تماما اذا بالنسبه للهاوي هو كيكون عنده واحد المعنى مرتبط بالعشق اكثر منه بالانجاز مهنة. اكثر المهنة. منه مهنه انجاز مهني كنتكلموا على العشق بمعناه حتى الرومانسي بمعنى انه بالنسبه ليه كتلقاه كثيرا ما قد ينظر ويحاول ان يتوغل في هذا العمل اللي كيشتغل فيه ويقدر يضيع واحد الوقت كبير فيه قبل ما يمكن ينتج واحد العمل <applause> في الوقت المحترف راه قلت كيكون العمل ديالو مضبوط وفق واحد الاجنده راه الا كنا غادي نعملوا واحد المسرحيه راه عندنا واحد التاريخ معين اذا ما التزمش يقدر ربما ترفع عليه دعوه طبيعة. انه كي عقود. عقود. ملتزم بعقود ملتزم بعقود ليس مثل الهاوي طيب. الهاوي ربما ما يكونش الى هذا الحد ربما ملتزم بهذه بي الطريقه مثلا واحد المغني او مثلا عازف او ملحن لا. ملحن راه يقدر يبقى في اغنيه باش يلحنها مثلا الا بغى حسب الهوايه والمزاج ديالو يقدر يبقى فيها ثلاث سنين الا بغى ولكن المشتغل في اطار واحد تعاقد مع شركه انتاج ديال الاغاني كيكون كيخصو يعطي واحد السلعه واحد البضاعه في تاريخ محدد واحد الوقت معين واحد الوقت معين غير انه صحيح. احيانا هاد الكلمه ديال الهوايه فهي كيتم التعامل معها نظرة سلبيه تماما هذا ما كنت أطرحه حي. عليك حي. استاذ دافري قبل ان انتقل استاذ م. حسن يعني ربما المزاج الثقافي العام في مجتمعاتنا العربيه وفي المجتمع المغربي ربما تستخف هذا هذا المزاج الثقافي يستخف بالهواه ربما ما كاينش كي ما واحد الضمانات ان هذا الشخص هذا الهاوي يقدر يتم انجازات معينه ربما كاين استخفاف على ما اعتقد بالتاكيد هذه هي النظره السائده اللي كتكون احيانا حتى عند بعض المحترفين اللي هما اصلا بالنسبه لهم ربما كيعتبروا بان الهواة يمكن يضايقوا يضايقوهم في, في الساحه هذه احيانا كتوقع منافسه